الفيل يعتبر الفيل من أكبر المخلوقات اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية. أما عن أكله فهو بيستمر في اليوم حوالي 16 ساعة بياكل بس. أما عن متوسط أعمار الفيلة ما بين 60 ل 80 سنة. أما عن فترة حمل أنثى الفيل فبتستمر حامل حوالي سنتين. أما عن الفيل ومشاعره فالفيل هو كائن بيحس وبيشعر بالحزن زيه زي الإنسان. لما بيموت فيل بتتجمع كل الأفيال حواليه ويبدأوا يحركوا خرطومهم ويحاولوا يحسوا بيه لحد ما بيتأكدوا إن مات. لما بيتأكدوا إنه مات بيبدأوا يغطوه بأغصان الشجر ويفضلوا واقفين حواليه وهم حاسين بالحزن وبالألم. وبعض الأفيال كمان كأنها بتنتحب مثل الإنسان ولكن من غير صوت. أما لو كان الفيل ده من القطيع فبيستمر الأمر ده لمدة أسابيع، والفيل الميت وضعينه في الأرض وفوقه الأغصان وبيروحوا بس يذهبوا يأكلوا ويشربوا ويرجعوا تاني يمارسوا حزنهم وطقوسهم الخاصة بالحزن وبالموت.